ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. نص النهار و22 دقيقة على إذاعة الحيت اف ام، مواصلين في ريكاب ميدي وكالعادة البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي. منذ قليل انعقدت ندوة صحفية حول برنامج مهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على البرمجة في هذا المهرجان، شنو العروض اللي تستنى فيكم. معنا بالتليفون السيدة جميلة المجري، رئيسة جمعية مهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان. مدام جميلة المجري، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. شكرا، اهلا وسهلا، والشكر الجزيل إذاعة حياة فام على تغطيتها المتواصله للمهرجان ودعمها المادي والمعنوي لهذا المهرجان. العفو مدام جميله، شكرا لك، انت زاده يعيشك. لو كنت تعطينا فكره شنو ينتظر الجمهور في ولايه القيروان في هذا في هذه الدوره من المهرجان؟ الجمهور العريض سعى على موعد مع حفله كبرى للفنانه التونسيه الكبيره امينه فقط. في أول مرة حفل يصير في استاد في ملعب كرة القدم محمد العواني، راهنوا على جمهور عريض، نعطيه الفرصة لأكبر عدد ممكن من جمهور القيروان لإمتاعه بهذه الحفل بأسواق رمزية 20 و15 دينار. ثم هناك سينما، هناك زوز أفلام، فيلم نور بوزيد وفيلم تمثل فيه الممثلة التونسية اللي مش تكون حاضرة لعرض الفيلم ونقاش بعده درة زروق، وجمال سليمان الممثل السوري أيضا في نفس هذا الفيلم سيعرض يوم الافتتاح. كذلك فيلم نور بوزيد المخرج التونسي الكبير على رأس الخوف أيضا سيعرض في دار الثقافة في المركب الثقافي. هذا بالنسبة للسينما. كذلك المسرح في حفل اختتام يوم الأخير من المهرجان مسرحية لأمين النهدي. هناك أيضا يوم الأحد مسرحية للأطفال من إنتاج مركز الفنون الدرامية. هناك أمسية شعرية كبرى في بيت الشعر، أيضا ثلاثة شعراء ضيوف وزوج شعراء من القيروان، محمد الغزي ومن صلوابي، شاعر القيروانيين الكبيرات، وشاعر من الأردن وشاعر من الجزائر وشاعر من لبنان. طيب برمجة متنوعة بين المسرح سينما الفن، اسمه ربيع الفنون، إذا كل فنون حاضرة. وهناك معرض فن تشكيلي، معرض للكتابة بالنسبة الذي يريد اقتناء الكتب. حرصنا على هذا التنوع كله في هذا. إن شاء الله ينال رضا الجمهور في القيروان إن شاء الله. به مدام جميلة، باش نسألك على التحضيرات، يعني فما تنسيق أكيد مع الجهات الأمنية وكل الجهات المعنية اللي تأمين العروض؟ طبعا ربما البعض يرى أنه مش متعودين القيروان على حفل في مكان واسع وفي أطراف المدينة اللي هو استاد، لكن نوعدهم اللي صورت الأمنية والسيد الوالي وبالتنسيق الدقيق عقدت جلسة أمنية وزيارة بالولاية وزيارة للملعب مرتين في النهار وفي الليل لتأمين حزامين، حزام داخلي وحزام خارجي أمنيين لقوات الأمن، باش تكون موجودة لحفظ أمن، تعرف حفل وجماهير كبيرة لازم يكون شوية تدافع لتجنب الفوضى وتأمين هذه الأسعار، فليطمئن رواد الحفل على أمنهم بقدرة ربي مؤمن بدقة كبيرة إن شاء الله. بالتوفيق لكم مدام جميلة المجري على هذه الدورة، وإن شاء الله تنال إعجاب الجمهور في ولاية القيروان. يعيشك. أنت معنا مدام جميلة المجري، رئيسة جمعية مهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان. عروض تنتظر فيكم وأسعار معقولة بين 20 و15 دينار للعرض، والعرض الأبرز اللي هو للفنانة أمينة فاخر.